بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله هبدأ تفتيح باكجات اليوم بيه الشوية الأولانيين تقريبا دي أو نص. أنا أعتبر فتحت لوحدي أو مسرعهم عشان أنا لوحدي، تمام. بعد كده بقى بدأت أفتح على إيه، على وشي، وش صاحبي ووش البنات اللي معايا. يا ترى مين اللي حظه أحسن، إحنا ولا البنات؟ هنشوف كل ده هيبان في الفيديو. متنساش بقى لايك سبسكرايب وشير ودعمك الحلو كده، ومشاهدة ممتعة إن شاء الله. افتح 10 لفات على وش كهديل، فكانت الحظ ونعرف مش هتطلع لي حاجه. ايوه بالظبط. موتنا هتموت. يلا موتنا موت. ايه سيلفر كمامة، يا عيني سيلفر يا عيني يا متاعة، عيني، سيلفر بخاخة بخاخة. ايه الحظ الجميل ده، سيلفر سيلفر كمان بخاخة. أنا غلطان، يا ريت ما فتحت على وشي. ليش قلت لي بلاش؟ صح أنا قلت لك غلطان، بلاش وتبص. أنا غلطان إيه؟ إن شاء الله ما كنتش عارف إن وشك حلو أوي كده يعني. ما شاء الله حظ جميل، طلع لي كل حاجة على فكرة في ال10 دول. يلا ماشي أنا غلطان. أول 10 لفات على وش كده اللي هو شاحن، الراجل ده اللي شاحن يا جدعان. كل مرة أجي أفتح أقول له إيه، خد تحت فحت، خد فوق تحت، تمام. مش اي حاجه طالما انت بدايها كده. عايز كلنا في نفس الوقت، استنى، كلنا في نفس الوقت نتحول مومي. يلا اول ما تيجي تتكوا مع بعض. يلا 1 2 3 هيكت مع بعض. ماشي مش هتفرق مع بعض على فكره. يلا عندي مع بعض. انا مع بعض رحبت في الفرسان. طيب يلا يلا، عجلة الحظ على وش الشيخ نادر. بلاش شيخ دي يعني، حبيبي يا دوك. شيخ مين؟ بسم الله. سيلفر 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 الله الله سيلفر سيلفر بخاخات حلوة أبو تاتي صورة البال بخاخات. عامل لك اللبس قبل كده ولا؟ دوني نفتح على وش دنيا بقى عشان هي جديده. جرب جرب دوني، جرب دنيا ولا ايه؟ اما نشوف على وش دنيا يا جدعان. ماتريالية وشك حلو كويس. افتحها على وش الدبلوم، مش على وشي، على وش الدبلوم. بس دنيا انت، لا انت حظك حلو، طلع لنا ماتريالية. تحبي تقولي ايه للجمهور بعد ما طلع لنا ماتريالية على وشي؟ المهم ان حاجة طلعت عدلة اصلا. ده انا حظي زي الزفت. قلقان وانت بتدور ال10 لفات اساسا.
كفو طلع لي طلع لي ماتريال اهي على وش دنيا كفو دنيا نجيب لك فراخ بقى. خدي كمان واحدة من عندي. ده ايه الامر ده؟ ايوه انا مش كده علشان بس الماتريال اهي. انت وشك فقر كله سيلفر وخا هي عسل مش على وش على وش على وش على وش رحاب الدبدوب. ماشي على وش الدبدوب ووش رحاب الدبدوب. ماشي بس يلا بينا. ماشي يلا بسم الله. طلع لي اليوم مش هيطلع حاجة خلاص. يا أخدتك لا 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 رحاب رحاب على وشها سبعة دبدوب واثنين بخاخة نلغي الدبدوب وواحدة ماتريالية. حلو 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 بس دور والنت فضل طلع لي واحدة ماتريالية على وشك يا رحاب. لا انت يا فراخ ايه فراخ رحاب على كل خطر الايه الماتريال يا بس خلص في العسل عشان حد يجوع. خش بقى خلص في العسل في وشي وشي النحس النحس اللي دايما المره اللي فاتت جالي الفيكتور المره اللي فاتت جالي الفيكتور ما نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي بسم الله الرحمن الرحيم. طب البدله دي جت لي قبل كده طبعا ساكت دلوقتي ساكت بس باين على وشك كده الكامبل. انا 140 خش بس محدش لحق لو جه قبل ال 200 لو جه قبل نادر ما هو ده بلاش شيخ بقى بلاش لو جه قبل ال 200 هيجي بقى على ال 200 3 ماتريال. ايوه ايوه يلا نفتح على وش مين بقى وش نادر وش انت بس عشان وش الزنديق نادر هنعمل الزنديق بلاش شيخ بقى هنعمل الزنديق على وش الزنديق يا جدعان. يلا وش سيلفر ديلو زنديق زنديق ديلو ما ترحموش ديلو كمان عشان التريا نفس عن ابو شكلك كمل كمل خش يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي انت ما شاء الله انت ما شاء الله عايز حد الجاز يا توقف معاك نادر اسلك 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 الله لا يسلك بس هما بيجيبوا حاجه انا بجيب حاجه يعني مش كده ماشي حصل معايا بخاخات كتير عايزين ماتريالات ماشي على وش دنيا ربنا يستر ربنا يستر. سؤال واجابته هي دنيا من حط على جرح كلونيا. يلا نشوف على وش دنيا. يلا بسم الله بسم الله ليه بس في ايه بس هي انت ناس مدر ايوه ايه اللي حصل طيب بتاعها في اول مره انا مش هتكلم غير بعد ما العصر يخلص يا بس ابقى مش تتكلم خالص ليه عشان ما بيخلصوا كله سيرفر كله سيرفر صح كله سيلفر وبخاخه وبتاع اللي هي البتاع اللي هي الباكج بتاع الكلاس دي ليه كده يا دنيا؟ ما انت كنت حلوه المره اللي فاتت مره ومره ايه في ايه؟ انا قالت بقى عادل شاكر هنشوف بقى الفتحه دي على الزعيم عادل شاكر نشوف الزعيم عادل شاكر هيعمل ايه على فكره يا جماعه انا اللي بقلد صوته ها عشان ما حدش يفتكر ان هو جه يلا الفتحه دي العشر فتحات دي على وش الزعامة الزعامة الكبير ما نشوف اخرتها معاك يلا بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بابجي يا حمير دولي الأمبيين
شكلك يا عادل. كفو عليك الزعامة، كفو عليك يا حبيبي والله. قبلك ايه الزعامة بقى؟ شكرا يا معلم. قبل ايه الزعامة؟ قبل ايه ماتريال؟ ماتريال انت بحل بحل. هو الماتريالية جت من ايه؟ المفروض دور الزعامة ده يكون دوري اصلا. المفروض ايه ثانية؟ دور الزعامة ده يكون دوري اصلا اصلا. ده مؤاخذة بقى الزعامة عادل شكل بيقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ماليش دعوة لكن اخدت دوري. بص عليها. ايه في ايه؟ انت كده بوظت الدور عشان انا دوري كبير بقى. خش عليها بقى هتجيب لك وش. على وش بقى مين؟ على وش الحاج. يلا اما نشوف الحاج. ممكن نيجي اليوم بي لو جالك اليوم بي رحاب هجيب هدي لك موتوسيكلين ماشي. لا على فكره الموتوسيكل قليلين على اليوم بي. هدي لك هدي لك ما انت تعرف على وش معلش يعني يعني ده اليوم بي يعني ندي حاجه حلوه بقى. هدي لك هدي لك خمس. اذا كان كده مش ماشي يلا ثم نشوف. لا صلح من كم احنا عند ال 144 تمام عند ال 144 اهو على وش رحاب بقى منشوف وعد لو طلع لي اليوم بيه المرة دي رحاب والله ادي لك خمس موتوسيكلات ماشي يلا منشوف جاهزة ماشي ماشي يلا انا رايح جاهزة يا حاجة واضح ان الخمس موتوسيكلات مش من المصير. انا قلت كده بس انا قلت كده بس جات لي البدله دي جات لي البدله دي حلو ما حلوه البدله جميله ايه تروح حاجه هو على كان جت على دوري دي كنت هجيبها خالص بس الماسك ده الماسك ده اصلا في الصناديق اللي هي بتبقى على الجنب دي تروح على حد مين لا هي الماسك كده كده كنت جايبه قبل ما افتح يعني المهم المره دي على حظ العدل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام يا رب يا رب انصرني واحد سيلفر واحد اثنين سيلفر مغلوب سيلفر اديله سيلفر اول سيلفر يا رب كله سيلفر لحد الوقت سيلفر ايه الوش الزفت ده سيلفر اديله سيلفر ده انا وش نحس اول اديله سيلفر كمان الوش الزبالة ده والله 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 وش زفت انا يا جدعان حظي اول مرة يعني المرة دي اتأكدت للمرة المليون ان وشي زربة بص يا زربة بص بص على دوري اتأكدت ان اللعبة عندك انت بقى هو في حظي حلو غير حظي انا ودنيا اصلا اصلا اه والله فعلا يعني البنات يعني حظهم حلو في كل حاجه احسدونا بقى احسدونا على دي كمان احسدونا خلاص احسدونا بيحسدوني لما بضحك دكتور وفر لنا اللفه دي عشان ابص عليكم تاني كده اهو وهات عند ال 200 ماشي اللفه على الباشا على الباشا مين عند الباشا اه بصوا باقي يعني باقي 164 164 يعني باقي 40 لفه يعني تمام يعني كل واحد تقريبا 10 انا اللي هبقى الحلقه المره الاخيره اللي هيجي لي فيها اليوم بين شويه دي ما فيهاش في صوره بدل خد مكاني يلا يلا نادر 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 حظ نادر لا المفروض حظ الدنيا ثانيه ما تظلموش ثانيه ده حظ الدنيا ده دور الدنيا لا انا دور دنيا لا هو نادر ما هو انا الاخير وبعد كده اه صح تمام 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 يبقى نادر يلا دنيا بسم الله دنيا انت
لا لا ده حظك انت مش هنخش على حظوظ بعض معلش بس يا عم يوم بيخلي انا بقيت بالدرجات دي يعني بس انا اروح لك قلت لك كاس البر نادر اضرب حظ شوف انت المفروض تاخد لك كيك محترم من نادر والله الحمد لله ما بيشحنش من يسالك يعني بص نادر المفروض ياخد دور بص اهو ماشي اهو ياخد بوكس وشلوط ويقول له خد ديك دهري بقى و تلش وش يلا بس ماشي تعال نلبس بقى الفرعون يلا على حظ مين دوني ايوه يا دوني افتح افتح وربنا يستر دكتور الاقل من لا حظ فيكتور يا دكتور يا دوني انا بعزك يا دوني يعني ايه بعد اللفه دي هتقعد على كرهني انا عشان هتكرهني انا مين مقدار مين مقدار اسمع مين اسمع مين مرتين يقوم بيه مرتين بس مرتين يقوم بيه كده وانت ما قلت مره طيب عشان اطمع هي مره لو حد طلع لي يقوم بيه اه لو حد طلع لي يقوم بيه قبل ال 200 هاخد 5 متسابقات انا بقول لك المره الثانيه المره دي تمام اهو يلا بسم الله حظ دنيا تقولي يا دنيا قبل اللفه دي يعني انت طبعا اتمنى ما تخسرنيش هنشوف لا يا سلمان اللفه دي كن منصفا كن منصفا يا سيد القاضي يلا يا قاضي وريني وريني محكمه 10 لفات سلمان ديلو سلمان ماشي سلمان سيلفر بالظبط يلا سيلفر تاني بس انا بقى خلاص خلصت احسن تاهل يمكن الدبدوب كان وش حلو عندنا طيب البيش الدبدوب تاني البيش الدبدوب بص يا جدعان لا لا انا مش هسمع الحكم لا 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 انا مش هسمع سكوت هنسمع الحكم حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة دنيا بالإعدام شنقا حتى الموت حتى الموت الاثنين فضيلة المفتي وتحويل أوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية رفعت الجلسة هي هتفضل عايشة بعد ما تتشنق يعني يلا مش عارفة يلا يلا عشان يتحكم عليا بعديها على طول يلا يلا بعديها على طول يلا يلا عشان لو رحت نتعدم مع بعض يلا في المشنقة تبقى عطلان يلا يلا على حظ رحاب ماشي على حظ رحاب ماشي ايه ودلع رحاب هشوف بعد تدلع ازاي اما نشوف يلا يلا يا مسهل انا عندي وعدي ان طلع لي ان طلع لي البتاع قبل اللفه يعني لو طلع لي في العشر لفات دول في خمس مرات كمية سيلفر رهيبة رهيبة مبروك عليك الإعدام يا رحيم حكمت كده أنا كنت فاصلة أنا كنت فاصلة على المتهمة رحاب بالمؤبد لا معلش أنا عايزاها إعدام معايا معلش ايوه عشان خاطر الدنيا هنخفف الحكم شويه يا جدعان هو قدام رميان بالرصاص هو المشكله في الدبدوب رميان بالرصاص المشكله في الدبدوب رميان بالرصاص وبايه هو كله سيلفر طيب اطلقه اوم كله سيلفر كله سيلفر يلا بقى امانك انت مالكش نصيب تاخد اليوم بيه هو كده كده ان شاء الله هيجي اللفه دي ان شاء الله طبعا على وش العبد لله انت متفائل على وش العبد لله ويجي اليوم بيه عشان انا كنت فاصله اصلا هو كده كده هيجي بص بص يا جماعه اسمعوا بقى كده اسمعوا ان شاء الله ان شاء الله ده المره دي هيطلع لي اليوم بي لان اللفه ال 200 ان شاء الله طلع لي ماتيريال لو طلع لي ماتيريال او يوم بي ثاني انا عارف النظره في عند عندها واحد. كل واحد فيهم 5 ان شاء الله ان شاء الله يطلع انا جبت لكم الدبدوب ثاني جبت لكم الدبدوب وشي ووش الدبدوب طب انا هقول لك على حاجه هنخليها على وش الدبدوب بقى المره دي
هو تحوله موميا؟ تم التحويل على وش الدبدوب ووش الفرعون ووش الفرعون ماشي. يلا يلا بسم الله. سيلفر تاني سيلفر رابع ليه كده دبدوب ليه كده يا فرعون ليه؟ خلاص انت بتجيب لكم واحنا ماتريال ولبس خلاص ما بقاش اي حاجه خالص انت بتجيب جاب ماتريال بعد الايه اللفه ال 200 وخلاص ما جابش حاجه. المهم ان هو يجي ده المهم. ما هو كده كده ب 200 وفي في الصناديق اللي جنب اللي على الجنب دي في اللفه ال 200 تاخد ماتريال كمان. ده كان هيخزن ايه؟ لا ما دي كده كده من غير حظ كده ما لناش دعوه. بس هي جت لمين؟ جت لي الدبدوب بس خوفت. كده انا معايا كام ماتريالات بقى بالصلاه على النبي؟ السلام حلو معايا 6 ماتريالات. ممكن اطور الام 4 الجوكر تطوير السته بس ملهاش لازمه دلوقتي اما اجمع السبعه التانيين يبقى لا لا خليه قشطه يعني انا مخليهم كده. بارك الله في مرزك الحمد لله. جبنا اليوم بي وجبنا 6 ماتريالات في لفات اليوم بي دي. حلو 200 لفه 204 لفه جالي 6 ماتريالات والسلاح. حلو ماشي ممتاز طبعا تمام. كان حظي اليوم بي طبعا كان في اصلا عروض كان في عروض قبل كده اللي هي مثلا ايه الف الخمس لف العشر لفات ب 100 مثلا و80 شده 120 ايوه مره 270 شده العروض دي فده اللي اصلا شجعني ان انا اكمل. ما انا فاهمه بس لذيذة هفتح اصلا لا لا, لا هي العروض دي وفرت كتير قوي وفرت بغباء 10000 ب 10 ال 200 لفه دول ب 10000 و800 شده تقريبا اللي هم كلهم 540 العروض دي مثلا 180 تقريبا لفت اللفات دي كلها 180 مثلا لفتهم 3 مرات ب 180 انا بقى لفتهم 3 مرات ب 180 ومرتين تقريبا 120 ومرتين او 3 مرات ب 270. حلو ده انت لك حاجه ماتريالية واحده يا تيما طلع لي الماتريال كان طلع لي ماتريالتين قبل ما نبدا الفيديو ده كويس. انا كان رئيس لي ماتريالية واحده وعايزاه عشان اعمل الانفو للفيلم هتطلع لي ان شاء الله. الله تطلع بس ان شاء الله. الف الف مبروك هتطلع بدلة. طب ايه ده البدله دي انا معايا منها اثنين اديني واحده يا ريت والله كان ينفع. لما كنت بفتح في الجوكر طلع لي بدله الجوكر 3 مرات يعني حظي بقى حظ وطلع لي الماسك وطلع لي البتاع ده كان الجوكر كان معاه حظ حلو انما الاوزي كان حظه زي الزفت والفيكتور حظه زي الزفت هو كمان. واليوم بي اليوم بي يعني 6 ماتريالات لا حلو شغال هو الاوزي بس هو اللي كان حظه وحش. حلوين يلا ادخل جيم ليه نورتونا يا شباب نورتونا بنورك بنورك وشكم كان حلو يا دنيا انت ورحاب والله انتوا الاثنين وشكم كان حلو مش قوي يعني مش هنكذب بس يعني حلو عاد دورت ايوه واحده ماتريال مني واحده ماتريال مني يعني دي في حد ذاتها انجاز العقوبه دلوقتي بالظبط دي في حد ذاتها انجاز صح بالظبط كده ماشي هتخشوا جيم؟ نخش جيم يلا وقف التسجيل.